مساكم الله بالخير وين ما كنتم، حياكم الله معانا في لقاء متجدد من برنامج معاكم. نواصل عرض وبسط أبرز تطورات كوفيد 19 في البلاد، نحاول تحقيق مقاربة بين هذه التطورات على المستوى المحلي وأيضا المستوى الدولي. نتطرق بطبيعة الحال إلى أبرز الأسباب التي أدت إلى عودة زيادة الإصابات مرة ثانية وبطريقة متسارعة وفيها شوي خوف. اليوم الكويت أعلنت شفاء 762 حالة من كوفيد 19، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة رحمها الله و530 إصابة جديدة، ليفصلنا عن دخول نادي 100,000 إصابة، أعداد قليلة جدا، لكنها تمثل إنذارا شديد اللهجة وخطير جدا لما آلت إليه أعداد الإصابات. إذن نفس ما قلنا، قد تدخل الكويت غدا أو بعد غد على أبعد تقدير نادي الدول التي تخطى فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا 100,000 إصابة، حيث وصل إجمالي الإصابات اليوم إلى 99,964 مع تسجيل 530 حالة جديدة وإجراء 3,944 مسحة. قبل أن نبلش في برنامجنا، ودنا نتوقف عند تطورات معينة فيها تفاصيل، فيها إلقاء ضوء معين، وبعدين راح نبلش مع دكتورنا الدكتور خالد الهاجري، طبيب الصحة الوقائية. لا تروحون بعيد، اللقاء جدا فيه معلومات دقيقة تخص الكل. حياكم الله. وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر من جديد بعد تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، ليلامس إجمالي الإصابات في البلاد نحو 100,000 إصابة بالمرض. هذا العدد من الإصابات قد يدخلنا في فترة الإغلاق وفرض القيود التي اتخذتها السلطات الصحية منذ عدة أشهر. السلطات الصحية قامت بواجبها عبر نشر الإرشادات الوقائية والاحترازية بين المواطنين والمقيمين في البلاد، وسخرت جيوشها البيضاء ومستشفياتها وآلاتها الإعلامية للوصول إلى كل من يعيش على أرض الكويت. الوعي المجتمعي هو من الأركان الأساسية لمواجهة وباء القرن، وبعد انتشاره في أرجاء البلاد فلا بد من الالتزام بالاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها السلطات الصحية، ومن أهمها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار حتى نتجنب هذا الفيروس. شبح الإغلاق بعد ارتفاع أعداد الإصابات وبلوغها أرقاما فلكية في دولة الكويت يعود من جديد، حيث تم تأجيل مرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. إغلاق العالم، قامت العديد من الدول بالفعل بإجراءات الإغلاق وفرض القيود بعد اجتياح فيروس كوفيد 19 بلدانها ومدنها لتبطئ من سرعة انتشار الفيروس، عودت إلى الإغلاق مثل ما حدث في الدول الأوروبية وبريطانيا. أرقام مخيفة وجرس الإنذار يطرق مرة أخرى في البلاد حول الأوضاع الصحية. التعاون مطلوب مع السلطات الصحية هذه الفترة حتى نتمكن من عبور هذه الأزمة بكل سلام وأمان. إذن هذه الأوضاع الصحية تحتاج بشكل مباشر مراجعة مستمرة للمستجدات والتطورات التي تتعلق بالشأن الصحي وما يتبع ذلك من مجالات. حديث أكثر وأكثر تفصيل معي اليوم الدكتور خالد الهاجري، طبيب الصحة الوقائية في وزارة الصحة. مساك الله بالخير دكتور. مساكم الله بالنور وحياكم الله. أنا بودي دكتور أبدأ وياك يعني بداية شوي مختلفة
في أسئلة وفي محاور، بس بشكل سريع دكتور، الموقف الوبائي للكويت طبقا لعدد السكان، طبقا للإحصائيات الدولية، طبقا لتراتبيتها وتعاملها مع الوباء مع الدول العالم، الكويت موقفها الوبائي وين صاير؟ لله الحمد احنا لازلنا يعني بوضع جيد ان صح التعبير. فاحنا عندنا التوتال العدد الاجمالي في دوله الكويت بحدود الوافدين مع الكويتيين ما يقارب 3 ملايين. فلما احنا نتكلم 3 ملايين منهم 100,000، فاحنا لازلنا يعني نعتبر من الدول اللي لازالت مسيطره ولم تفقد السيطرة على المرض في البلاد لله الحمد. لكن احنا قاعد نشوف خلال الفترة اللي طافت هذه الزيادات اللي قاعدة تصير لها عدة أسباب ممكن نتكلم عنها بعد شوي، لكن حتى هذه الزيادات كانت يعني متوقعة، ما كانت زيادات فجائية وما كنا مستعدين لها. يعني حتى هذه الزيادات لله الحمد احنا في أتم الهب الاستعداد لها، سواء بمراكز الجديدة اللي فتحناها حق الفحوصات، كذلك من الطاقم الطبي في المستشفيات والفرق الطبية الكوفيد تيمز، كلها في يعني كلهم مستعدين حق هذه تحسبا لبداية الموجة الثانية في الأشهر القادمة. طيب دكتور، بس السؤال الآن، الأعداد أنت تشوفها بشكل طبيعي مقبولة ولا فيها زيادة بشكل مضطرد؟ لا، احنا نكون واقعيين، احنا قاعد الحالات قاعده تزيد. انا ما اقول انها مقبوله، انا اشوف ان الحالات خلال الايام اللي طافت قاعده تزيد، وان قاعد نشوف خلال يومين وثلاثه اللي طافوا نزول حاد، لكن هذا النزول لا يعبر عن الحاله الحاليه للدوله. لا زالت الحالات قاعد ترتفع. نعم. صار في بس إعادة ترتيب للمسحات خلال الفترة اللي طافت، قاعد نستعد نفتح مركز جديد، هذا اللي أدى إلى انخفاض عدد الحالات مع انخفاض عدد المسحات، لكن إحنا فعليا قاعد تزيد الحالات من يوم إلى آخر. نعم دكتور، خلني أكون أمين وشفاف وياك دكتور، أنت ما تلاحظ إحنا في الكويت للأمانة قاعد نتعامل المعالجة مع النتيجة مو مع السبب؟ قدر يعني جهود وزارة الصحة، قدر جهود الجهات المختصة، بس حتى دكتور نكون واضحين ودقيقين أيضا في معالجتنا الصحية والإجرائية والوقائية لهذا الفيروس. الحالات قاعدة تزيد والدولة ما قصرت، فتحت أكثر من مركز للمسحات وأيضا الاتصال المباشر وأيضا مراكز كثيرة. طيب ليش الحالات قاعدة تزيد؟ صحيح. مثل ما قلت لك، احنا عندنا توقعات انها كانت تزيد، في لها عده عوامل. اول عامل منهم اللي هو دخول فصل الشتاء وزياده حالات الانفلونزا خلال هذه الفتره، عاده يبتدون ايانا من شهر 9، من بدايه شهر 9. فحالات الانفلونزا مع اعراضها تتشابه مع اعراض الكورونا، هذا راح يسبب لبس بين الناس وحتى ما بين الطاقم الطبي، لان انت ما راح تقدر تفرق بين اعراض الانفلونزا والكورونا الا عن طريق عمل المسح. فهذا الالتباس راح يؤدي الى زياده عدد مخالطين، احنا ما راح نقدر نحصرهم كلهم بسبب هذا الالتباس، يؤدي الى زياده انتشار المرض، هذا اول سبب. السبب الثاني، احنا قاعد نشوف المراحل اللي قاعد نفتح فيها من المرحله الاولى الى المرحله اللي احنا وصلنا لها، فتحنا المولات وفتحنا بعض الانشطه التي تصنف حسب الـ WHO بانها انشطه من ذوات الخطوره العاليه، مثل الصالونات والنوادي الصحيه حيث ينتشر فيها المرض اكثر من باقي الانشطه. ذات الاحتكاك المباشر تقصد دكتور؟ اي نعم صحيح، زاد ذات احتكاك مباشر، بالاضافه الى هذه الاماكن بالذات تلاقي فيها افرازات الجسم من العرق، التعرق، من غيرها من الافرازات، هذه تكون مليئه بالفيروس، فاي واحد يكون عنده الفيروس وما يدري عن نفسه قبل لا تطلع عليه الاعراض ويروح النادي، هذه الافرازات قد تحتوي على الفيروس وتنتقل الى الاشخاص الاخرين من دون علم. دكتور، احنا كمجتمع وايضا كاعلام رسمي ووسائل اعلام واعلاميين، احنا ودنا ايضا رساله نوجهها ايضا من خلال برنامجنا معاكم، ان نخفف الحمل والثقل على اخواننا في الجيش الابيض العرمرم الكبير اللي ما قصر من بدايه الازمه حتى الان. يعني احنا الان مقبلين دكتور على فصل الخريف اذا ما دخلنا اصلا فيه، وعلى موسم امطار خير ان شاء الله، وراح تكون هناك ايضا التباسات عند البعض في قضيه الانفلونزا الموسميه مع ايضا الفيروس، وبالتالي ما تعتقد دكتور انه راح يضاعف جهودكم ويحملكم ايضا مسؤوليه مضاعفه؟ صحيح كلامك، حالات الاشتباه صحيح، خصوصا في هذا الوقت الحالي. يعني انا اشوف الطاقم الطبي وصل الى مرحله البيرنت اوت، يعني احنا من شهر فبراير الى غايه اليوم الضغط كان عالي جدا على الطاقم الطبي، سواء في المستشفيات والمحاجر ومراكز الفحص.
الدوامات قاعد يداومون 24 ساعة، معرضين نفسهم إلى الإجهاد زائد إلى انتقال المرض بين الطاقم الطبي. هذا كله أجهد الطاقم الطبي. أنا لما يكون عندي فريق واحد يتم حجره بسبب انتشار حالة فيه، يزيد الدبلات الشغل على باقي الفرق اللي قاعد تغطي وياه بالشفتات الثانية. هذا كله يعني أنا بداية المرض كنا داشين كلنا بالطاقم الطبي بكامل قوته وكامل عدد الطاقم، لكن حاليا أنا أشوف قام الطاقم الطبي تبين عليه الإرهاق ويبين عليه تعب هذه الشهور اللي طافت، وإحنا مقبلين على زيادة حالات. يعني أنا يعني هذا الوقت بالذات أنا أتمنى من جميع الناس سواء المواطنين والمقيمين أن يراعون الله ويراعون الطاقم الطبي اللي موجود ومثابر في هذه المراكز الطبية والمحاجر وقاعد يزيد الضغط عليه. فما نبي نوصل إلى مرحلة أن تنتشر الحالات أكثر ويزيد عددها لما يفوق قدرة الطاقم. واصلة النقطة دكتور، الوقاية كما تعرف خير من العلاج. السؤال دكتور، إلى الآن العلاج لم يتوفر، السؤال السبيل الصحيح الوقاية الصحية من خلال سبيل هذه الفترة. بالتالي دكتور أنا ودي بس ما أبي أقاطعك، يعني احنا الان دكتور انا معلي صوتي يقطع عشان ما اسمعك عدل، انا ما ابي اقاطعك دكتور. الان السبيل للخروج من هذه الازمه الطبيه من ناحيه الوقائيه كيف السبيل؟ يعني هل هناك بروتوكول يجب ان تطبقه وزاره الصحه طبق المتغيرات؟ هل غيرتم البروتوكول بالاضافه الى الوقايه خير من العلاج باختصار دكتور؟ البروتوكول هو نفسه ما تغير. لكن الخطه اللي ممكن راح تتغير على حسب نشوف الاعداد اللي هي اللي قاعد تطلع، هل قاعد تزيد بكميه ممكن تفوق قدره الطاقم الطبي. اذا وصلنا لهذه المرحله قد نغير الخطه بان نرجع الى المرحله الثالثه والثانيه ونبتدي نفكر بالحظر الجزئي حتى نخفف الضغط على الطاقم الطبي والمستشفيات. نعم دكتور خالد الهاجري، وفيت وكفيت دكتور، يعطيك العافيه طبيب الصحه الوقائيه، شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود لكم في معكم، حياكم الله. حياكم الله معنا من جديد بعد الدكتور خالد الهاجري طبيب الصحة الوقائية. عالم مرهق في حربه على كوفيد 19، ومعركة اللقاحات لا تقل شراسة عن حرب الفيروس. محاولات مستمرة، تجارب لا تنتهي، أملا في التوصل إلى لقاح قبل نهاية هذا العام، أمال تتجدد بطبيعة الحال بين فترة وأخرى، وتشكيك قد لا ينتهي. فإلى أين وصلت هذه المعركة الشرسة؟ دعونا نتوقف عند هذا التقرير وعودة إلى ضيفي بعد هذا التقرير الذي أسعد بالانضمام معه، الأستاذ في علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الرؤوسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي. لقاء جدا جدا مهم. وسط ترقب وانتظار دولي ينقذ العالم بعدما أرهقه وباء كورونا، تظهر بادرة الأمل من روسيا بحصولها على لقاح سبوتنيك في، والذي تم تطويره على يد خبراء مركز جامالا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأعلن رئيس الصندوق كيريل ديمتريف أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة حول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك في ضد فيروس كورونا، كما وافقت موسكو على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول بطاقات تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة. سبوتنيك 5 يسمى سبوتنيك في، هو ليس لقاح واحد وإنما لقاحين. اللقاحين على أساس العلماء الروس لم يبدأوا من الصفر، ولكن بدأوا من ما يسمى من لقاحات سابقة، هي لقاحات لفيروس الإيبولا، واللقاح الثاني هو فيروس الميرس. هو اللقاح الإيبولا يركب عليه بروتين السارس اللي هو كوفيد 2، ينتج الجسم أجسام مضادة. اللقاح الثاني هو فيروس الميرس، كمان بيتركب عليه بروتين فيروس السارس اللي هو كوفيد 2، بينتج أجسام مضادة كمان اللقاحين، ولكن بيصير عندنا كوكتيل من الأجسام المضادة ما يطيل من فترة الوقاية. منظمة الصحة العالمية بدأت نقاشة مع موسكو للحصول على معلومات وافرة بشأن اللقاح الذي وافقت عليه وزارة الصحة الروسية.
لم تبين التجارب ظهور أي انحرافات أو أعراض جانبية، وبموجب النتائج الملموسة يمكن القول أنه تم تأكيد الحصول على المناعة الثابتة ضد فيروس كورونا. موسكو من جهتها قررت اجتياز التجارب المتقدمة على اللقاح بتطبيق المرحلة الثالثة باختبارات جماعية على أكثر من 60,000 شخص أعلنوا أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لفحوص طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبارات، وكل ذلك تحت إشراف هيئات بحث علمية أجنبية. ويبقى صراع اللقاحات محتدماً بين الدول الكبرى ومراكز الأبحاث، حيث كل طرف يحاول إثبات قدرته وتسخيرها فيما يريده من أرباح. ووسط حرب الأرباح يضيع الهدف الحقيقي للقاح. لبرنامج معكم تلفزيون دولة الكويت، وريا الفراء، موسكو. إذن حياكم الله، معي الدكتور محمود الأفندي من موسكو. دكتور مساء الخير. دكتور إذا تسمعني جيدا، إلى أين وصلت معركة اللقاحات في روسيا؟ روسيا اليوم تقول أنها تغلبت على هذا الفيروس فيما عجز الآخرون عن التعامل مع هذا الفيروس. كثير من اللقاحات تم تجريبها لكنها لم تنجح، لم يتم الإعلان عنها بشكل جميل. ما هي المرتكزات عند الروس مش موجودة عند الآخرين في الدول الأوروبية والأمريكية؟ أول شيء مساء الخير لك صديقي والإخوة المشاهدين. ياك الله. طبعا الروس لم يبدأوا من الصفر كما قلت. الروس بدأوا باللقاحات سابقا. ما أخذوا يعني هو في اثنين تكنولوجيا لإنتاج اللقاحات. إذا نحن هلا عم نشوف نحن عندنا 20 لقاح مرشح بمنظمة الصحة العالمية، بنشوف إنه بس دولة روسيا والصين اعتمدوا على لقاحات سابقة وحملوها لبروتين فيروس السارس اللي عم ينتج الأجسام المضادة للكوفيد 19. طبعا هذا اللي أعطى فترة أسرع، لأنه أهم شيء باللقاح الفيروسي، أهم شيء الحامل الذي هو الفيروس الغير قابل للتكاثر، ويحمل البروتين الفيروس السارس ويدخل جسم الإنسان، وجسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة ويصبح الجسم مقاوم. نعم. إذا في حالة أصيب بالعدوى. الفكرة العبقرية الروسية أتت من إنتاج لقاحين، هو نفس بروتين الفيروس سارس أو الكوفيد 2 محمل على حاملين. الفيروس الأول هو ما يسمى الفيروس الإيبولا، والفيروس الثاني هو فيروس الميرس متلازمة الشرق الأوسط اللي أصابت السعودية عام 2012 أو 2013 على ما أذكر. دكتور عفوا قبل أن تسترسل دكتور، هذا العقار الروسي هل تم اعتماده بشكل رسمي من منظمة الصحة العالمية؟ حتى الآن لم يعتمد لأسباب من يقف في ضده هو رابطة التجارب السريرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. رابطة التجارب السريرية هي ممولة من عدة من أكبر مصنعين الأدوية مثل أسترازينيكا والباير، هن تقريبا أخذوا كل التمويل لإجراء التجارب السريرية. فإذا صرحوا هلا أو عملوا يعني قبلوا باللقاح الروسي، نعم، هذا يعني يقفوا تجاربهم، يخسروا كثير من الاموال. يعني لا ننسى ان كل تجربه سريريه رابطه التجربه السريريه تاخذ على اساسها $3,000 الامريكي، فتصور انت اذا كم يضيعوا من المال. فهو سبب اقتصادي منظمه الصحه الدوليه. وهون سؤال اخر من التساؤل، انه عم يتهموا روسيا انه تجاوزت بعض المراحل في حاله الجائحه. في ابريل اذكر في ابريل 2020 الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجاوزت مرحلة التجارب على الحيوانات على الفئران، ودخلت رأسا يعني مرحلة التجارب للقاحهم اللي أخذوه على فكرة مو من الإنسان، أخذوه من الشمبانزي، تجاوزوا فترة التجارب على الحيوانات، دخلوا رأسا مثل ما بقولوا دخلوا في التجارب على البشر. نعم. فلما سألت منظمة الصحة الروسية استفسار، فردت منظمة الصحة الدولية أنه في حالة الجائحة يمكن تجاوز بعض المراحل. فلما روسيا اللقاح قدمنا كل النتائج لمنظمة الصحة الدولية، لقاح الإيبولا ولقاح الميرس، هن اللقاح مجربين لمدة 5 سنين، يعني لا يعطي أي آثار جانبية وأعراض جانبية من عمر 18 دكتور. إلى جانب الحديث المهم اللي أنت تفضلت فيه الآن دكتور، أودي أسأل ما هي الأسس التي يتم الاعتماد عليها في تجارب هذه اللقاحات تحديدا الروسية؟ هل المناعة أولا أم فعالية المواد المستخدمة كما ذكرت الإيبولا والعقار الآخر؟ لأن أنت ذكرت أن عقارين وليس عقار واحد المستخدم في التجارب الروسية.
طبعا هو العقارين طبعا هو للإنتاج، العقارين هي الفكرة هو إعطاء جسر عقارين لطول مدة. يعني إذا بنقارنه نحن فيروس الكوفيد 19 بنقارنه بفيروس اللي هو الإنفلونزا، بنشوف كل اللقاحات موسمية، يعني مدة اللقاح من 4 إلى 5 أشهر، بينما اللقاح الروسي يعطي المناعة ضد، يعطي مناعة أجسام مضادة بتتم بدم الإنسان لحد السنتين. هذا يعني سنتين بتم الإنسان غير قابل للإصابة بكوفيد 19، إلا بعد سنتين في حال إنه إذا الفيروس طور نفسه، الفيروسات نعرف إنه بتطور من نفسها كثير لأنه هي أقل من خلية أحماض أمينية، فإذا طورت نفسها أكثر حيكون في لقاحات أخرى خلال الفترة هي. ولكن فترة الجائحة نحن بحاجة إلى لقاح سريع. فاللقاح الروسي فعاليته إنه لقاحين يعطوا المناعة لمدة سنتين، بينما إذا نروح على لقاحات أخرى كاللقاح الإنجليزي بجامعة اللي يجرب الآن في إنجلترا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، باعتقادي إنه على حامل واحد فقط، هذا يعطي وقاية أنا أعتقد من 4 إلى 5 أشهر. وشفنا سابقا إنه أسترازينيكا التجارب وقفتها لظهور أمراض كما قالوا في الإعلام، حتى الآن سألناهم نحن ما جاوبوا، إنه أمراض ظهر مرض محتمل ولكن غير مبرر. ما هو المرض وما هو غير، وهو المرض محتمل ما هو وهو غير مبرر دكتور، لم نعرف دكتور. ولكن حتى الوقت يسابق ورجع الوقت يسابق لأن عذرا المقاطعة دكتور، يعني إحنا الآن داخلين على فصل شتاء ونعرف الدول الأوروبية ومن ضمنها روسيا الآن شديدة البرودة وعواصف ثلجية، سرعة تغير الجو على سرعة انتشار الفيروس، هذا جانب. جانب آخر البريطانيين اليوم، البريطانيون اليوم أعلنوا بأن شهر 10 و11 قد تصل إصابة يوميا 50,000 إصابة، هل هذا الوضع سينتقل إلى روسيا باختصار شديد دكتور؟ طبعا هذا الوضع غير، ما في دولة ما بيقولوا تقدر تمنع هذا المرض، لأنه نعرف أن الأمراض الفيروسية وصل فيروس بيدخل في نهاية الخريف. طبعا رح يزيد الأمراض، ليش؟ لأنه الفيروسات بتنشط، وكمان كوفيد 19 بنشط في الأجواء الباردة. طبعا روسيا الآن وكل دول أوروبا مثل ما بقولوا بيحضر جهاز الدفاعي الآن، حضرت الأطباء، حضرت المشافي لاحتمال تزايد العدد، ولكن بوجود اللقاح إن شاء الله، يعني إحنا الآن إذا لحقنا نعمل اللقاحات لنهاية شهر نوفمبر، أعتقد رح نقدر نخفف كثير من هالأرقام. طبعا إذا اللقاح أخذ فترة أكثر كمان رح ندخل نفس مشكلة هذيك السنة، يمكن على أكثر، لأنه اللي شفناه إنه الفيروس عم يجدد نفسه بسرعة، فإذا لم نتحصن باللقاح ما في أي دواء أو علاج له حتى الآن. هو نعم كل الشكر دكتور محمود الأفندي، معلوماتك جدا قيمة ودقيقة واستفدنا منها الأمانة في برنامجنا اليوم معاكم أستاذ العلم الحياة الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم من موسكو، شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود لكم للختام. إذن من حديث الدكتور خالد الهاجري طبيب الصحة الوقائية، وأيضا من حديث الدكتور محمود الأفندي من الأكاديمية الروسية للإعلام للأعمال والأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، الحديث جدا مهم جدا فيما يتعلق في أن نحن مقبلون على فترة خريف تنتشر فيها الأمراض الموسمية. الجهود كانت متضاعفة، الكرة الآن في ملعب المجتمع وملعب المواطنين بشكل خاص، ما نبي نحمل كما قال الدكتور خالد الهاجري الحمل الثقيل حق أخوانا في الجيش الأبيض، الأطباء والممرضين والمختبرات، وبالتالي لا نريد أن نثقل على كاهلهم مزيد من
المجهودات اللي سووها اصلا في بدايه الازمه، لكن فريق عمل برنامج معاكم عنده مجموعه من التاكيدات يود الاشاره اليها بسرعه جدا. اولا، المرض في تزايد متسارع محليا وعالميا، والكويت قاعد نشوف الحالات قاعد تزيد، اذا في خلل من المجتمع، احنا ما قاعد نطبق الاجراءات السليمه اللي عودتنا عليها الجهات المختصه الطبيه، ضروره التباعد الاجتماعي، عدم الاجتماع في الاماكن العامه، غسل الايدين باستمرار، لبس الكمام اللي بعضنا اصلا قاعد يتهاون فيه. المساله الثانيه، العوده الى الاجراءات المشدده مطروحه وبقوه، ورأينا بعض الدول التي بدأت بالفعل في تجديد الإجراءات من جديد، قد تظهر عندنا في الكويت والله أعلم. ثالثا، المطلوب منا ليس بجديد أو صعب أو شيء من المستحيل، بل هي إجراءات اتباعنا لها من قبل جدا سهلة وبسيطة، كما ذكرت قبل شوية، فقط تباعد اجتماعي، تعقيم مستمر للإيدين، وارتداء الكمام. الموضوع مو كبير، مو صعب، لكن في نفس الوقت خطر علي وعليك وعلى أبائنا وأمهاتنا، وما نبي الإصابات تزداد على حساب الصحة العامة، وعلى حساب أيضا تعامل الجهات الصحية مع هذا الوباء. كل الشكر والتقدير، الموجة تتسارع، الحذر كل الحذر، نسأل الله لكم التوفيق، حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه، وإلى اللقاء.